اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي في رمضان. بالتاكيد يعني متعودين كل يوم خميس كده في تنوع، واسال مجرب من رمضان اللي فات عندنا مباراه الاهلي والرجاء، جايبين بقى اتنين محللين جامدين جدا، طبعا كابتن ايمن محمد محلل اداء مع كابتن ربيع سين فريق بتروجيت، وكابتن شريف سالم كوتش بقى زي ما بيحب ان هو يتقال له. اهلا بيكم. اهلا بيك يا ابو حميد، واهلا بشريف، واهلا طبعا بكابتن هيثم. اسمح لي ارحب بيهم بقى اسامه. اهلا بيك، اهلا بيك يا شريف، اهلا بيك يا ايمن، ونتمنى ان شاء الله النهارده تمتعوني الحقيقه يعني بتحليلاتكم. مفيش مشكله برضو نخش في الالعاب الاخرى كده؟ طبعا معلش طبعا. يعني انا يعني معلش، وبالذات يعني شريف اديني حته كده ايه في اخر الحوار للالعاب الاخرى كده برضو بعد اذنك اسامه، ده ما يزعلكش. طبعا ده انا معاك في الالعاب الاخرى خلاص. ده تنور وتزيد المكان حبيبي يا كابتن. يعني هخليك تبتدي معاهم ونشوف. اكيد ماتش الرجاء، اكيد ماتش انا قبل ماتش الرجاء، بس انا يعني مبسوط جدا جدا انا النهارده قاعد مع كابتن هيثم، لان كابتن هيثم يعني من الناس. انت قاعد معايا مثلا؟ لا انت اخويا طبعا، احنا قاعدين مع بعضينا بره الهوا على طول حبيبي. لكن انا مبسوط جدا انا فعلا بجد النهارده مع كابتن هيثم، اتشرفت بيك، لان انت فعلا لو احنا كنا بنتكلم في الكوره ان صفقه القرن كانت انتقال رضا عبد العال من صفوف الزمالك الاهلي، فانا بعتبر ان صفقه القرن في كل العاب الصالات هي انتقال هيثم السعيد من نادي الزمالك للنادي الاهلي. لان فعلا بجد انت كنت من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا، ومن وانا صغير انا بحب اتفرج عليك. كنت ببقى هتجنن طبعا لما انت كنت في صفوف نادي الزمالك، كنت عايز اطلعك من الملعب خالص باي شكل كان، وكنتش مصدق نفسي ان انت جيت بتلعب في الاهلي، لانك انت من الشخصيات او من اللعيبه طبعا اكيد طبعا يعني حاجه محترمه جدا جدا جدا، الواحد كان بيستمتع بيك. ومع كابتن علاء زهران طبعا في الجيل القديم طبعا. الناس اللي شافت علاء زهران كنت بستمتع بيك، وانتوا اتنين اكتر لعيبه، وسعيد جدا جدا انا شفتك النهارده. انا عايز اقول لك ان انا سعيد بكلامك ده جدا، سعيد جدا. لا لازم اضيف ان انت يعني كل اللي انت عملته قبل ما تتسال. لا استنى، احط الحته دي استنى بس. وسعيد بيه جدا كمان يا اسامه، ومش بس كده كمان، انا عايز اقول لك واقول الكلام ده في كل مكان، ان احسن قرار خدته في حياتي، الله، احسن قرار اخدته في حياتي هو هذا القرار، ولو اتعاد لاخذته ملايين المرات. غفر لك خلاص. لا 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 ده انا عايز اقول لك، لا لا بامانه، لا والله انا بقول لك هذا الكلام، ولا فكرة ولا على فكره، على فكره عايز اقول لك على حاجه، انا ما قلتش هذا الكلام وانا على شاشه قناه الاهلي. صحيح خالص، بالعكس. صحيح الكلام ده قلته وانا بعد انتقالي مباشره، لانه الحقيقه انا وجدت نفسي ووجدت يعني كل ما يعني شخصيتي وجدتها في النادي الاهلي. مش عايز اخش في الموضوع ده كتير، انتوا ضيوفنا النهارده والكلام معاكم، ولكن انا لما قلت لك عايز اسالك السؤال ده قلت لي بلاش عشان ايمن. لا لا بس لا هو كان فعلا كان القرار صعب، ومحتاج انا محتاج يعني فكره ازاي بعد ما ارتديت بدله واتحطيت عضو مجلس اداره بيجي تاني قرار العوده للملاعب، بس مش العوده للملاعب في نفس الفريق، للفريق المنافس. انا بالنسبه لي مش قادر اقول لك حاجه. لا تستوعبها ليه؟ النادي الاهلي يستحق اي تضحيه. Yeah. والله انا بقول والله هذا الكلام، ولا وانا ما بقولوش انا والله العظيم انا بقول النادي الاهلي، انا اولادي بيلعبوا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يستحق ان انت تتواجد فيها، وتستحق ان انت تبذل الغالي والنفيس في حق هذا النادي. صحيح. مهما توالت عليه اداراته، النهارده الاداره بيتولى طبعا كابتن محمود الخطيب رئاسه النادي، شخصيه اسطوريه، مهما تعاقبت الادارات النادي الاهلي هو النادي الاهلي. صحيح. فاذا النادي الاهلي يستحق، انا شايفه بامانه، مش عشان انا بنتمي ليه ولا بحبه، هو افضل نادي في العالم، وساظل يعني على كده سواء كنت جوه النادي او بره النادي، والحمد لله يعني برايي كابتن عادل القيعي وهو استاذي ومعلمي، وهو السبب الاساسي في ان احنا نخلص الصفقه، وهو استاذ صفقات طبعا زمان، ولكن قال لي انت هيثم اتحطيت في اختبارات واثبت ان انت من ابناء النادي الاهلي، وهذا الكلام الكابتن عادل القيعي كان مسام على صدري، فانا اسف خدت يعني حاجه كبيره. لا لا ده حاجه مهمه، وانا من اول رمضان اللي فات عايز اسالك وانت بتهرب مني. لا والله، لان الناس ممكن تتخيل ان ده عشان موضوع على قناه النادي الاهلي، وكابتن هيثم متواجد على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنشوف الكلام بتاع على السوشيال ميديا. للامانه انا اتعرفت على الكابتن هيثم من قبل الفتره اللي كان غايب فيها عن قناه النادي الاهلي، وما كانش موجود في قناه النادي الاهلي، لما حصل بعض اللاعبين، كان اعتقد ستوجلين لما نزل لاعب ضغط او حاجه زي كده، ودي كانت بدايه تعرفي على كابتن هيثم وهو بره النادي الاهلي. بس عشان الناس اللي هي بتحب تتكلم في سكه عدم مصداقيه، الراجل خد قرار انا بالنسبه لي صعب جدا، فعلا محتاج تقف قدامه كتير جدا بعد ما يكون عضو مجلس اداره، والكارير بتاعه بيختلف وبيتفتح له باب ان هو ممكن يكون في مناصب اعلى اداريا، بياخد قرار ان هو يرجع لاعب تاني يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وشيء عظيم فعلا، وانا مصدقه بشكل كبير جدا جدا جدا. نرجع بقى للاهلي والرجاء. نرجع للاهلي والرجاء. نشكرك ان انت فتحت النقطه دي، بقى لسه انا عايز اتكلم فيها. ما انت لو كنت جبتني من سنه كنت فتحتها. تمام. شرف اي وقت ايمن وشريفه، يعني احنا
اخواته بنتناقش في الكواليس في حاجات كثيره. اتفضل يا استاذ. اكيد شريف بقى، يعني انت شايف الماتش ازاي بما ان ايمن بدا في قصه الباسكت، نرجع لكره القدم. شايف الماتش ازاي من وجهه نظرك؟ وهنتكلم طبعا خلال الفقره عن افضل يعني النقاط القوه ونقاط الضعف فريق الرجاء، لكن شفت تعادل او هو تعادل وفوز بركات ترجيح، مباراه 3-3 ازاي مع رجاء بني ملال في بعد اكسترا تايم وبنوصل لركات ترجيح وكاس، نتيجه زي دي ممكن يكون لها تاثير نفسي على فريق الرجاء او تدي انطباع عن قوه فريق الرجاء، ولا بطولات الكاس لا يعتد بيها ودايما مفاجات؟ هو انا بالنسبه لي الماتش ده مش هيكون انديكيشن لاي حاجه فنيه، مش هقدر احط معيار فني للمباراه دي. ايه السبب؟ السبب انه المباراه دي كانت ليها ظروف مختلفه شويه، حتى كان في بعض التغييرات في اللعيبه، كمان الملعب كان وحش قوي، الملعب ده اتلعب عليه المباراه الاولى في الكاس والمباراه الثانيه، ملعب وحش جدا، فكل الظروف كانت بتقول ان المباراه دي هتطلع يعني اللي هو هنكسب وخلاص. حتى كمان اللقاء احنا اتفرجنا على الماتش سوا انا وانت، اللقاء كان الدخول في اللقاء كان غريب، يعني فرقه الرجاء نازله الملعب ليدنج مسيطره على كل حاجه، سجلت هدف من ضربه جزاء والمباراه ماشيه في اتجاهه، ضربه جزاء غريبه جدا للمنافس سجلت التعادل، بعدين بدا المنافس يدخل في اللقاء بجول غريب جدا خطا من الزنيتي، وهنا كانت ده الجيم تشينجر بقى، اللحظه اللي خلاص الجيم اتغير فيها هي اللحظه دي. فبالنسبه لي مش هاخد ده معيار. المباراه اللي قبلها برده نفس الكلام، تغيير في التشكيل بشكل كبير ودخول على عناصر جديده بتحاول تدخل الجيم، لان الراجل كمان بيحاول يوفق ان في بعض العناصر اللي مش هتلعب معاها افريقيا لانها صفقات جديده، وبعض العناصر اللي داخله في الفرقه جديد كمان. انا بشوف ان حميد احداد من اللعيبه اللي فارقه جدا مع فرقه الرجاء في ان هو موقف الفرقه على رجليها وبيسجل كتير، بس في اتجاه بيقول عكس كده، يعني في اتجاه بيقول ان احمد حداد يعني مش مؤثر بالشكل الكبير. بس يمكن انا مع يعني وجهه نظرك، لانه يعني مؤثر بشكل او اخر ونقلهم نقله تانية. في اثنين لعيبه في فرقه الرجاء انا بالنسبه لي هم دول اهم اثنين لعيبه، حميد احداد وجمال حركاس، الاثنين دول هم اهم اثنين، مدافع والمهاجم. في لعيبه في نص الملعب بتادي اداء كويس الفتره اللي فاتت، يمكن كان اهمهم الوردي واتصاب، الحمد لله مش هيلعب. الحمد لله طبعا مش حاجه وحشه يعني، اقصد الحمد لله مش هيلعب، بس اتمنى له الشفاء، بس ان شاء الله ما يلعبش ماتشين الاهلي. فده بالنسبه لي من اهم اللعيبه. زريده بيعمل اداء كويس، لكن بالنسبه لي هو لعيب هيفضل في الحته بتاعت اللعيبه الافريج اللي مش بتخرج من المساحه. لعيب بيأدي بشكل كويس لكن لعيب ميديوكر في الاخر، مش لعيب مؤثر بشكل كبير. محسن متولي ليه ابس اند داونز بعامل السن، فبالنسبة لي دول أهم اثنين لعيبة. حميد أحداد بيسجل طول الفترة اللي فاتت، وبالنسبة لي هو من أهم اللعيبة، مش بس الفترة بتاعت، بس برضو مش عايزين نقول أهم لعيبة من غير ما نقول طب حلها إيه، يعني إزاي نقدر نوقفهم، إزاي نقدر، أو اللي هيدافع عليهم أو اللي هيبقى فيه بشكل كبير مطالب منه أنه يقابله في نص الملعب أو يقابله في على الطرف، مفروض يعمل هو إيه؟ للأسف عمل علينا ماتش كويس، ماتش السوبر للأسف عمل ماتش كويس، ولكن الفكرة كلها إن دايما أنت كمدير فني كموسيماني، وموسيماني واحد من أهم المديرين الفنيين في افريقيا اللي بتعرف تذاكر، نعم، فانت خلاص بقى عندك ريفرنس للجيم ده، مهما انت اتفرجت على فرقه الرجاء في ماتشات تانية مع مدربين تانيين تبقى الظروف مختلفه، لكن انا الريفرنس بتاعي هيفضل انا الراجل ده لعبني ازاي او الفرقه دي لعبتني ازاي في ماتش السوبر، حتى لو المكان المدير الفني مش هو هنا، نعم. كان فيلموتس اللي بيلعب هنا، رشيد التوسي، لكن التوسي بالنسبه لي برضو هيفضل الاهم ريفرنس بالنسبه له للنادي الاهلي، مش الماتشات الاخيره قد مباراه السوبر، لان مباراه السوبر فرقه الرجاء عملت جيم كويس قوي، فهيفضل ده الريفرنس بالنسبه له. اتفق معاك ان انت تبني حساباتك على احسن حاله، صح بالظبط. خلينا ناخد من كلامك وتغيير المدير الفني ورشيد التوسي، واشوف كابتن ايمن انت بتشوف مدير فني بيجي بعد فتره غياب كان في اكاديميه المغرب وبيقود الفريق في 6 مباريات، بيفوز في 5 مباريات وبيهزم في مباراه، شايف ده تاثيره ايجابي على الفريق لان نتائجه 5 مباريات من 6 بالظبط بالنسبه للتوسي؟ هو في نقطتين عايزين ناخد، بس مباراه السوبر في عنصرين مهمين جدا كانوا غايبين او هيغيبوا عن الرجاء، عبد الله حفيظي ومحمود بن حليب اللي هم مشوا من الفريق بالظبط، فدول عنصرين مهمين جدا كانوا في 4-2-3-1، ودول اللي كانوا عاملين الشكل الهجومي القوي جدا للمغرب او الفريق المغربي قدام الاهلي في مباراه السوبر. انا شايف ان التحول اللي حصل للرجاء في بطوله افريقيا او في دوري ابطال افريقيا خصوصا في الماتشين الاخرانيين بعد اقاله مارك فيلموتس، هو طبعا بدا رشيد التوسي قدام حريه كوناكري لعب بنفس الفكره 4-4-1-1 او 4-2-3-1 على حسب الشكل اللي هو كان موجود،
لكن لما اتغلب 2-1 هناك هيكون نتائجه طبعا متقاربه، هو ما عندوش لا بيكسب كبير قوي بالزبط. او بيتغلب بشكل كبير جدا، هو دايما بيكسب 1 أو 2. مش ده يخوف يعني الفرقه اللي بتبقى تلعب على المسوجر دي بتبقى بتبقى فرق يعني انا بتصور لو انت اب اند داون وفرق كبير تبقى الامور مختلفه، انما لما تبقى فرقه بتلعب على المسوجر كده بتبقى صعبه شويه. انا شايف بقى التحول المهم بالنسبه لي بالنسبه للرجاء واللي هيخليه منافس صعب مواجهته هي فكره تحويل السيستم اللعب لثلاثه، انك انت بتبتدي تلعب 3-4-3 مع انك انت بتاخر حتى في مباراه وفاق سطيف في اللي اتلعبت في المغرب ما كانوش هم مهتمين قوي بالاستحواذ او مهتمين قوي ان هم يمتلكوا الكوره وان هم يشتغلوا كتير على الكوره، معتمدين اكتر على التحولات وتغيير كمان مركز احداد من طرف ملعب لراس حربه صريح على حساب كابونجا. ده مديلك يعني بناء الكابونجا حطه طرف ولا لا طلعه بره خالص فبيلعب فباريس بس دي ممكن تحد من امكانيات احمدي حداد بتهيألي هو بيلعب طرف حتى لما كان موجود في مصر كان بيلعب طرف. ايوه ما هو ابتدى يلعب بقى دلوقتي كراس حربه في الماتشين دول تحديدا في الماتشين دول لعب راس حربه قدام فاق سطيف وقدام امازول. تغيير سيستم اللعب يا كابتن هيثم ابو حميد، تغيير سيستم اللعب وانك انت تلعب من 4-3 انت بتغير مناطق الاستحواذ بتاعتك من مكان لمكان. برافو. وبتبتدي تخلي المنافس خصوصا بقى بره ارضك، انت بتتكلم بقى احنا بنلعب في ماتش القاهره، انك انت مش محتاج تفكر كتير قوي انك انت هتضغط على الاهلي من قدام، لا بالعكس انت هترجع لورا اكبر قدر ممكن. الخطوره بالنسبه لي ان حميد احداد بيحب يتحرك ناحيه اليمين، الناحيه اللي فيها محسن متولي، الناحيه اللي فيها عبد الاله مدقور، اللي فيها عندنا علي معلول اللي هي تقريبا نقطه الضعف الاساسيه عندنا في الاهلي في الفتره الاخيره، ان دايما بيحصل نوع من انواع السرحان او قله التركيز سواء في ماتشات الدوري او في ماتشات دوري ابطال افريقيا، وحصلت في اكتر من هدف ان هتلاقي لحظه سرحان. هو مش تقصير دفاعي، احنا بنيجي نقول بيبقى الكوره بيبقى فيها لحظات تركيز، عشان كده دايما اللعيبه لما اللقطه الشهيره بتاعت شناوي بيكلم ايمن اشرف الكره العاليه اللي بتسقط من ورا، لا اضغط التركيز او الكلام دوت. احنا واحنا في قلب الملعب او لما انا اشتغلت او يعني بقيت داخل في العملي او في الشغل العملي، كابتن ربيع حتى كان دايما بيقول لنا كده او بيكلم اللعيبه كده، لازم تكلموا بعض طول الوقت عشان خاطر تبقوا منتبهين لاي حد جاي من ورا. صحيح. فهي الكره بتبقى لحظه ثانية. المام بتاعك حتى في الصلاه لو المام بتاعك فرق ممكن تلعب خلاص. على طول تخترق. فهي دي اللحظه اللي دايما بنتكلم فيها ونبقى خايفين منها، الجزء الايمن عند فريق الرجاء. ولما نيجي نستعرض حتى الاهداف اللي هم جابوها، السبع اهداف اللي هم جابوها في دوري ابطال افريقيا، هنلاقي ان السبعه جايين من ناحيه اليمين. يعني انت بتتكلم حتى لو ضربات ثابته لو اي حاجه، هي الكوره كلها جايه جاي من ناحيه اليمين، انت ما جاتلكش حاجه من ناحيه الشمال خالص. طب دي يعني حلها ايه عندنا؟ يعني هل مثلا مطالبين بتركيز تغيير شكل اللعب ولا مجرد تركيز فقط من اللاعبين؟ مش اكتر من كده. انت في سيستم الفرق الكبيره انت 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 خلاص انت معتاد انك انت هتلعب بهجوم شرس وهو هيلعب على تحولات. هي كل الفكره انك انت لما تيجي تقطع الكوره او لما الكوره تتخطف منك لازم تحوله او انك انت توجهه في مكان واحد، ما يحاولش ان هو يغير اللعب وليكن الشمال ناحيه الشمال، ابعده عن قوته بالظبط كده، خصوصا لو هو بقى بيلعب ناحيه، لو انت لعبت مثلا هجمت مثلا من ناحيه محمد هاني نفس الناحيه، يبقى مهم جدا 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 انك انت وانت بتدافع في المنطقه ديت انت عينك على الراجل اللي بيتحرك وراك سواء محسن متولي او عبد الاله مدكور لو كمل، خصوصا في ثلاثه لان الموضوع هيبقى صحيح. اسهل جدا لمدكور ان هو يخترق لان احداد متحرك، هو معتمد ان احداد مش هيفضل موجود في قلب المنطقه ديت. حتى مع رشيد توصي مع مارك فيلموتس هو كان بيلجا لعدد كبير جدا من لعيبه خط الوسط ويحاول هو يحطهم في الاطراف. يعني زرده لعب في وقت من الاوقات هو عنده مشكله في الاجنحه، يعني كجناح صريح ما عندوش جنبين حليب وخلاص راح بالظبط. طب الارتداد دي مهمه جدا، لان انت قلت كلمه حلوه انا خدتها منك ان احنا هنبقى بنهاجم اكيد طبيعي وهم بيدافعوا بيعتمدوا على المرتد، انتشارهم في الملعب شكله ايه؟ اكيد انت تابعته. الانتشار هو الشكل الاساسي بتاعهم ان دايما وهم بنلعب في 3-4-3. احنا دلوقتي كره القدم يعني احنا دلوقتي اقرب ما تكون الى العلم الصحيح، بمعنى ان الخطط كلها بقت معروفه وبقت محفوظه. لما انت تيجي تلعب ب 3-4-3 التحركات الاجنحه بتبقى موجوده 1 أو 2، يا اما هيدخل في العمق عشان يدي الفرصه لجناح الوسط ان هو يتحرك، او العكس انه الراجل دوت يدخل في العمق اللي هو جناح الوسط مدكور ويدي فرصة لمحسن متولي ان هو يخترق. لكن انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتبقى قلقاني ان يحصل كثافه معينه من راس الحربه مع
محسن متولي مع عبد الاله مدكور ويبقى في اخطاء مباشره مننا من نجيب مثلا لو نيجي الهدف الاخير اللي جه في الاهلي واللي اتحسب اوف سايد انا مش متذكر كانت مباراه اللي كان خبطت في ايمن اشرف المباراه اللي فاتت دي على مباراه الاتحاد الاتحاد على طول انا هو ده اللي انا خايف منه يحصل كثافه في منطقه معينه ويحصل مثلا باص حتى ويجي يجي لك اون جول هو ده اللي انا خايف منه ده اكتر حاجه انا خايف منه لان دوت نفس اللي حصل حتى في مباراتنا مع السوبر مع الرجاء نفس الفكره انا عبلها مدكور مكمل لغايه الاخر وبعد كده لما اتلعبت الكوره بالعرض جت في رجل ياسر ابراهيم وبعد كده دخل خلينا ناخد من كلامك وروح لشريف وهو بيتكلم عن فكره الاطراف وخطوره الاطراف وخطوره حميد احداد وتحركاته على الاطراف وعلي معلول ودايما علي معلول كارت هجومي ما ينفعش ان انا اخسره لانه بيمثل 40% من قوه الاهلي الهجوميه ما اقدرش طالبه بمهام دفاعيه فقط بالزبط. بالعكس انت بقى هنا بتميل لفكره ان بيتسو موسيماني يكمل 4-2-3-1 ولا يعود ل 3-4-3 وشايف ايه من وجهه نظرك يقدر يحل المشكله دي ان انت تطلع بكلين شيت وايضا الثغرات الدفاعيه اللي انت تقدر تحقق اهداف في القاهره دايما الطريقه مش هي المهم مش المهم الرقم المهم انت بتعمل ايه جوه الملعب بالرقم ده زي ما احنا كنا شرحنا كتير جدا فكره ان انا ممكن العب 4-2-3-1 واعمل جيم دفاعي زي ما عملت قدام سان داونز في الهوم 2-0 بلعب 4-2-3-1 بعمل جيم دفاعي ممكن العب 3-4-3 اعمل جيم هجومي ممكن العب 5-3-2 اعمل جيم هجومي مش مهم الرقم المهم التنفيذ في حاجه مهمه جدا حددت معانا جزء كبير من اللي حصل في مباراه الرجاء وهي فكره ان النادي الاهلي كان وقتها اللعيبه الاساسيين كلهم جايين من الفتره بتاعه منتخب مصر وكان عندنا ارهاق بشكل كبير جدا من البطوله العربيه في توالي الماتشات خصوصا ان لعيبه النادي الاهلي تقريبا لعبت كل الماتشات لحد يوم السبت المباراه الثالث والرابع مع بالظبط فهي كانت الدنيا برده ممكن تكون مختلفه شويه دلوقتي ان انت عندك 5 ايام تقدر عادي تاخد اليمين بتوعك تعمل فيهم مستشفى تاخد يمين تانيين انت شايف انت بتقول الناحيه البدنيه هتكون افضل الناحيه البدنيه النهارده هتكون افضل من مباراه السوبر فده ممكن يكون اختلاف النقطه الثانيه والمهمه بالنسبه لي هي فكره ان انا ازاي هشتغل على الطريقه بتاعتي دي لقطات يا شريف بعد اذنك من تمرينه الاهلي النهارده ولسه بنجيب سيره علي معلول كان يعني الزملاء عارفين ان احنا بنتكلم عنه ودي طبعا لقطات من ارض الملعب ويبدو التركيز على وجوه اللاعبين اتفضل يا شريف دلوقتي انا لما هتكلم عن 3-4-3 او 4-2-3-1 ده مش المهم بالنسبه لي المهم بالنسبه لي ان الكره خليني اقول لك بس اقطع كده في نقطه هو انا ليه بقول لك ممكن نلعب بثالث ورا عشان افضل دايما محافظ على فكره انطلاقات علي معلول لما بيكون في حمدي بين السنتر باكس بيرحل السنتر ليفت سنتر باك يقفل شويه جبهه علي معلول ولو لعبت بطريقه مختلفه انا هحتاج واحد من خط الوسط هو اللي يقفل ورا علي معلول عشان اكون امين معاك علي معلول الفتره الاخيره واضح جدا ان هو بدنيا مش في احسن حالاته لما بيفتح سبرنت بيتاخر في مرحله الرجوع فعشان كده انا بكلمك في النقطه دي يسند معاه تمام انا برضو هرجع لنفس النقطه هي في اربع لحظات لحظه ما انت بتهاجم بتعمل سيت بلاي لحظه ما انت بتدافع بتعمل تحولات من دفاع للهجوم وبعد كده التحولات المهم بالنسبه لي اهم لحظه افتقدها النادي الاهلي في مباراه السوبر بتاعه الرجاء اللي احنا لعبناها هي فكره ان انا باخد الكوره في عدد ثواني قد ايه هي دي النقطه المهمه بالنسبه لي ازاي النادي الاهلي هيتحول دفاعيا وازاي النادي الاهلي هيعمل كاونتر بريس دي اهم نقطه بالنسبه لي النقطه دي لو انت قدرت تحافظ على فكره انه دايما الكاونتر بريس بتاعك انت واقف كويس وبتقطع في اقل عدد ثواني ممكن من اقرب نقطه ممكنه للكوره هو ده اللي هيحد بشكل كبير جدا من المرتدات فكره السيت بلاي انا بشوف النادي الاهلي ما عندوش مشكله كبيره جدا في لحظه السيت بلاي النادي الاهلي عنده مشكله اكبر في لحظه الديفنسيف ترانزيشن الترانزيشن بتاعي وانا في الجزء الديفنسيف في الجزء الدفاعي انا عندي فيه مشكله كبيره ليه باخد عدد ثواني كبير جدا عشان ارجع ان بوزيشن دي منتهى الخطوره اللي انت فكره الارتداد هو مش ان انا ارتد واجري على الدفاع الفكره في ان انا برتد في مساحه عامله ازاي ايه المساحات اللي انا بقفلها وانا برتد طالما بقفل المساحات الصح وانا برتد وتعطيل الكوره بالظبط هيبقى دي النقطه المهمه بالنسبه لي لكن انا برتد بجري في اماكن مش مؤثره فده بالنسبه لي بتبقى مشكله كبيره وده اللي بيحصل الحقيقه مؤخرا كان بقى على الطرف اليمين او الشمال يمكن بس جزء ورا علي معلول باين اكتر لان ممكن بعض العوامل اللي هي يمكن بدنيه وفرق السن وكذا بتفرق شويه مع كريم فؤاد او محمد هاني او اكرم توفيق لما كان موجود في عمليه ارتداد اكتر من علي معلول شويه ولكن علي معلول بيسيب الحته دي لكن الحقيقه ان النادي الاهلي نفسه عنده مشكله في الحتتين دول فالمهم بالنسبه لي هو احنا هناخد كام ثانيه عشان نقدر نستعيد الكره تاني في الكاونتر بريس خصوصا زي ما ايمن قال ان انت هتلاعب فرقه هي نازله انت عارف كويس قوي وهو عارف كويس قوي ان هو هينزل هيعمل لو بلوك ويقف ورا
عشان يقفل دفاعاته بشكل كويس ويشتغل على الكاونتر اتاك. فالفكره ان الكاونتر اتاك ده هو بيتعمل بالظبط تقريبا من 10 ل 12 ثانيه، ده المعدل بتاعه العالمي اللي غالبا هياخد اكتر من كده بشويه فرقه زي فرقه الرجاء. فالمهم بالنسبه لك هو ان انت التمريره الثانيه او الثالثه في الكاونتر اتاك تكون انت اخذت الكوره او تكون انت قطعت. اكتر من كده هنبدا بقى نشوف المرتدات اللي حصلت في مباراه السوبر واللي كانت مؤثره هنبدا نشوفها تاني في مباراه القاهره، وده اللي احنا مش عايزينه يحصل. عشان كده في نقطتين مهمين جدا بالنسبه لي. النقطه الاولانيه ان لازم اليو ديانج يلعب 90 دقيقه، ما يكونش ابدا من الاختيارات، لان هو اللي هينفذ اللي انت بتقوله. هو اللي هينفذ ده بالظبط، يعني انت بتقول وانا متخيل شكل اليو ديانج، لان هو اللي عنده القدره انه يقدر يوقف حتى بفاولاته. ساعات بيدوس بفاول يوقف الكوره. هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر استخلاصا للكوره، بس مش ده المهم. المهم ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر يقفل مساحه عرضيه. المساحه الطوليه ممكن لعيبه كتير جدا بتقدر تقفلها، لكن المساحه العرضيه هي الاهم. تاني حاجه الانتسبيشن بتاعه عالي جدا، فكره ان انا بتوقع الكره هتروح فين وابدا اتحرك في المساحه الصح من غير ما ابذل مجهود ويستد مش مهم في ان انا بجري في اماكن مش مهمه. لا، هو لعيب بيعرف يجري في الاماكن المؤثره. فعشان كده بالنسبه لي هو لعيب مهم جدا في ال90 دقيقه، مش لازم ابدا يكون من خيارات الخروج حتى لو حصل على انذار. لان في نقطه مهمه جدا عند بيتسو موسيماني، وهي ان اللعيب اللي بياخد انذار دايما بيكون اولويته في الخروج. انا مهم عندي اليو ديانج حتى لو مش هيلعب المباراه الجايه، انا اهم حاجه عندي الهوم، لان انا مش بقلق على النادي الاهلي في مباراه العوده لو محقق نتيجه ايجابيه. فعشان كده بالنسبه لي مهم جدا جدا للنادي الاهلي ان اليو ديانج ما يكونش ابدا ورقه خروج. النقطه الثانيه المهمه بالنسبه لي ان حتى لو الملعب مش هيكون موجود فيه عمرو السوليه، المسطره بتاعت خط النص في مصر، حتى لو الملعب مش هيكون فيه عمرو السوليه، اهم حاجه ان الملعب يكون فيه اليو ديانج وحمدي فتحي. علشان كده انا بقول لك ان هو بنسبه كبيره هيميل ل 3 4 3. كمل كلامك. علشان كده انا عايز اروح لايمن عشان يبقى يعني تمام. يقول رايه في الكلام اللي احنا قلناه عشان ما يبقاش وان سايد توكس. ايه الفكره في ان احنا ازاي هنعمل الكاونتر بريس، او احنا هنقدر ازاي ناخد الكوره من اقرب نقطه ممكنه؟ طب انت رايك ايه ايمن؟ يعني هل شايف ان الترانزيشن عندنا في ازمه بالذات من الهجوم للدفاع، وازاي نقدر نملى المساحات زي ما قال شريف في الارتداد؟ هو الموضوع بالنسبه لنا مش موجود في او الازمه مش موجوده في خط النص. هي المشكله عندنا لو انت تيجي تبص على الحركه بتاعه بعض اللعيبه، مش عايز اسمي المهاجمه، اول ما بيفقدوا الكوره بتشوف حركتهم بتبقى عامله ازاي. احنا المفترض في لحظه فقد الكوره زي ما شريف قال، اللعيبه كلها من مكان فقد الكوره بيبتدي يحصل عمليه ضغط. حتى لو انا اللي اتقطعت مني الكوره وما لحقتش، المفترض اقرب واحد ليا لو انا مثلا زي مثلا جناح اتقطعت مني الكوره، فهي راس الحربه اللي هو قريب مني هيبتدي يغطي على زميلي، والتاني بيبتدي يعمل عمليه تبادل الاماكن، وبعد كده نبتدي نشتغل بالظبط كده بالظبط. لكن احنا عندنا المشكله بتبدا اصلا فين؟ بتبدا اصلا من عند المجموعه الهجوميه. المجموعه الهجوميه عندنا بمجرد ما بتفقد الكوره بتحصل بعض الرياكشنات اللي هي بتدل على الامتعاض، او ان انا متضايق ان الفرصه قصرت، فما فيش وقت لازم اوقف الكوره عشان انا بخف، انا اول خط دفاعي بالظبط كده. فبتحصل المشكله في النقطه ديت، بعد كده هو بتنتقل لخط الوسط، بعد كده بتنتقل لخط الدفاع. في الوقت اللي انت بتبقى بتكون فارد فيه كل اسلحتك الهجوميه، فبتحصل او بتتعاظم فكره ان الترانزيشنز عندك من الاوفنسيف للديفنسيف بتبقى فيها مشكله. بالنسبه لفكره خطه اللعب اللي اسامه كان بيتكلم فيها دلوقتي، لا انا شايف ان هو لو لعب 4 2 هتكون افضل، مع تكليف ديانج ان هو يلعب زي بعض الاوقات ما كان بيلعب، انه دايما كانه ليفت باك. بمعنى ايه؟ ان انا دايما طول الوقت اول ما علي معلول هيبتدي يتحرك، انا بغطي المساحه دي، انا مغطي المساحه دي عشان خاطر ابقى طول الوقت انا عندي فرصه ان انا وهو بيلعب 3 4 3، فانا ما عنديش فرصه ان انا العب بنفس السيستم بتاعه. صحيح. خصوصا هو بيلعب لو بلوك. لو لعب لو بلوك و3 4 3 المساحات عندي هتبقى ضيقه جدا، ضيقه جدا، هتبقى محتاج هتضيع وقت كتير. صحيح. هتضيع وقت كتير لانك انت الخطط ده في المقابل، معلش انا عايز اقول لك، هيبقى عندك مساحات في ظهرك اكتر. بالظبط. يعني انت بتضطر تضغط بكل خطوطك، وهيبقى عندك مساحات في نص ملعبك لو حصل ارتداد، وهتفرش الملعب، هتفرش عرض الملعب تماما. لكن انا شايف عمليه الترحيل العكسيه هي دي اللي هي اللي دي مع وجود اليو ديانج في المنطقه دي اللي هتقفل عليه او هتقلل جدا 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 من العيوب اللي حصلت في الترانزيشن. خلينا نتكلم في حراسه المرمى، اخبارهم ايه؟ الزنتي كان بيتكلم معايا شريف قبل الهوا، بيقول لي ان هو عنده دايما حاجه مشكله كبيره جدا، هي فكره الفولو. لما بتشاط عليه الكوره
بيحصل الفولو دايما بياخد الكره على مرتين، فالفولو بالنسبه له او عليه بيبقى خطر جدا. طب ممكن سجلنا هدف السوبر بالطريقه دي مع بيرسي تاو. طب كررت الاخطاء دي يعني اخطاء مكرره منه ده حقيقي لمستوها. طب والكور العرضيه، الكرات العرضيه بالنسبه لهم هو الترنات اكتر هو اللي فيها مشكله، ولو ان هم عندهم اطوال كبيره جدا، عندهم دهودي 190 سنتي، عندهم جمال هركاس 187، الياس حداد بيجيله العاب الهواء سواء في الجانب الدفاعي او في الجانب الهجومي. بس احنا عايزين ندي نوع من انواع التفاؤل كده، عايزين يعني يكون معانا اثنين اقوياء في التحليل اداء وما يقولوش على ثغرات الدفاعيه لفريق الرجاء. يعني انا ازاي اسجل في الرجاء، ازاي اكسب في الرجاء. على الجانب الهجومي انا بشوف ان يعني الكرات الثابته لازم نتجنبها بشكل كبير جدا، لانهم بيجيدوا الكرات الثابته كفرق شمال افريقيا، ويمكن حتى هركاس مسجل الهدف في الدقيقه 90 في مباراه الكاس. انا بقى على الجانب الدفاعي ثغرات فريق الرجاء على مستوى الافراد وعلى مستوى التنظيم الدفاعي. بالنسبه لنا تبادل الاماكن كتير، ده هيربك جدا جدا جدا. وتمركز محمد شريف، لو ابتدي محمد شريف راس حربه ما ينفعش انه يسلم نفسه في العمق، دايما يجي يتحرك او ياخد دايما الكره من وضع الحركه. لو اخدت بالك في الجون بتاع التعادل بتاعنا في مباراه السوبر، هتلاقي محمد شريف طالع لغايه بره خالص ومستني لغايه ما معلول مكمل معاه، وبعد كده ابتدى يعمل الكره العرضيه. فتبادل كان قفشه فين؟ كان قفشه هو اللي موجود في عمق الملعب او صانع لعب، وهو داخل 18. في منطقه راس الحربه. التحرك من غير كوره مهم اكتر من التحرك بالظبط، انك انت ما يبقاش فيه المركزيه، ما تبقاش موجوده قوي، مسلم نفسك المدافعين بالظبط كده. لازم انت تتحرك، لان هم عندهم مشكله كبيره جدا في الترنات، في التحركات، انك انت واحد على واحد عندهم مشكله. ده طبعا راجع لعنصر الطول، احيانا بيفرق كتير جدا في عنصر الرشاقه، فده اللي ممكن يعمل لهم مشكله. انا مش قلقان، لان انا حتى لو انا كسبت واحد انا مش قلقان، لان فريق الرجاء مش الفريق المزعج او يعني لا، بس خليني اقول لك حاجه اللي يضايقني في مباراه العوده. لا، في دور المجموعات فريق الرجاء في كل مباراه في دور المجموعات سجل هدف. بس نشوف الفرق برضو اللي معايا احمد، يعني انت بتتكلم على وفاق سطيف اللي هو فريق اغلبي وعناصر شابه، هو اللي طلع التاني. يعني انا بنتكلم على الحريه كوناكري، او بنتكلم على منظور ما عندوش خبرات، او فريق ما عندوش خبرات. مش شايف ان يعني مفيش اختبار حقيقي. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي دايما لما باجي بقول ان دوري ابطال افريقيا بالنسبه لي انا كايمن على مدار متابعه كام سنه او اكتر من 12 سنه، بيبتدي بالنسبه لي من الدور قبل النهائي. انا بتكلم ان في فرق معروف انها في افريقيا انها قويه جدا، اهلي، ترجي، سان داونز، وداد. خلينا نختلف معاك عشان احنا قابلنا سان داونز اخطر فريق في افريقيا في دور الثمانيه في المرتين اللي فاتوا. لا، ما انا بتكلم على الفرق ديت. يعني انت لو انت سيء الحظ هتقابل حد من الفرق ديت في دور الثمانيه، لكن انا بتكلم على اقوى اربع فرق بفار يعني عن اي حد تاني، هم الاربع فرق دول. حتى مازيمبي اللي كان موجود في فتره من فترات دلوقتي بقاله اكتر من سنه موجود في الكونفدراليه. فانا بالنسبه لي ما بحبش الاوفر ثينكينج قوي، او ان انا اقعد اتحمس قوي للفريق اللي قدامي، او ان انا اقعد اعمل له حساب قوي. لا، انا لازم اكون انا كمان حاسس بشخصيتي وحاسس بقيمتي، وابتدي العب السهل والمظبوط، لان زي ما بقول لك كره القدم تكاد تكون علم صحيح. طول ما انت بتتحرك مظبوط، طول ما انت بتفتح المساحات مظبوط، طول ما انت بتضغط على المنافس مظبوط، انت ما عندكش مشكله. تستغل الضربات الثابته بشكل مظبوط، مش هيبقى عندك مشكله، لان انت في الاول وفي الاخر انت في فروقات فرديه. اول ما انت بتستغل الفروقات الفرديه ديت وبتلعب بشكل حقيقي وبشكل نموذجي، الموضوع بيبقى بالنسبه لك سهل. حتى لو انت كسبت 1-0، حتى لو انت كسبت 1-0، اكمل من الماتشات. مباراه احنا لسه كان بنتكلم على مباراه سان داونز الشريف اتكلم فيها في مباراه اللي هم احنا كسبنا 2-0 واحنا تعادلنا هناك 1-1. نعم. وكنا افضل كمان في مباراه العوده. وكنا سيئين جدا. المهم اننا نحافظ على نظافه شباكنا بالظبط. هو ده بالنسبه لي المهم، لان انا العنصر المهم جدا 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 اللي انا قلق منه في ماتشات الاهلي افريقيا او حتى محليا هو عنصر التحكيم. ولحسن الحظ الحمد لله ان هم قرروا ان هم يضعوا الفار تقنيه الفار في دور الثمانيه. دي اكتر حاجه تقلقني في المباراه ان شاء الله باذن الله بعد بكره. تمام. شريف بقى قول لنا، يعني ايمن اتكلم عن فكره ان انت تحافظ على نظافه شباكك، انت شايف اهم الثغرات في خطوط الدفاعيه على المستوى الفردي وعلى مستوى التنظيم من وجهه نظرك؟ ازاي الاهلي يقدر يسجل؟ الاهلي يقدر يسجل من اماكن كتير، يعني في كذا مكان في الملعب عند فرقه الرجاء نقدر نستغله. اولا المنطقه اللي في ظهر شبيره، الباك ليفت. انت معاك حالات؟ معانا حالات او نقدر نتفرج عليها. المنطقه اللي في ظهر شبيره ممكن نعرضها. المنطقه اللي في ظهر شبيره دي منطقه بالنسبه لي مهمه جدا، النادي الاهلي يقدر يشتغل عليها
عشان كده وجود حد من الاثنين كريم فؤاد او محمد هاني بالنسبه لي لازم يكون مكلف بادوار هجوميه، لان شبيره واحد من اقل، يعني لو احنا اتفرجنا على الثمان فرق اللي وصلت النوك اوت ستيج، لا شبيره اقل باك ليفت موجود في في الثمان فرق. دي الحاله يا شريف، دي الحالات اللي موجوده معانا. الجزء بتاع الترنات بتاع الثلاث مدافعين كان هدهودي او حداد او سكر او حركاس، الثلاثه عندهم مشكله كبيره جدا في الطول وفي الترنات. دي لقطه مهمه، هنروح نمشي الصور. دي اللقطه دي بقى فيها نقطتين مهمين جدا، النقطه الاولانيه هي نقطه الترنات، والنقطه الثانيه هي نقطه زنيتي اللي كان مصاب طول الفتره اللي فاتت. بس غالبا هيرجع يلعب اساسي لانه لعب مباراه الكاس اللي فاتت. فكان تقريبا بيتحضر لمباراه الاهلي، فهنلاقي مشكله هنا برده نفس الكلام. ده الجول يعني كانك بتتفرج على الجول بتاع محمد شريف بالظبط. النقله اللي بعدها الراجل بيستلم وبيعدي بنفس الطريقه هي لكن بيسجل هو بنفسه يعني. لو رحنا للقطات الدفاعيه اللي بعدها هنلاقي تقريبا كل يعني كلها برده هنا، ده تقريبا برده جول محمد شريف. عشان كده مهم جدا فكره الدراسه. هنا الراجل المفروض انه ما يكونش عنده مساحه لا للتمرير ولا ان هو يعمل دريبلينج، لا الراجل بيعمل دريبلينج عادي وبيرقص على الرجل الثابته. دي حاله من الحالات الهجوميه لفرقه الرجاء، وهي ازاي نادر فرقه الرجاء بتفضي دايما المساحه علشان تلعب عند محسن متولي وعند مدكور. فدي من الحالات الجبهه اليمنى ليهم، الجبهه اليمنى اللي هي الجبهه المؤثره، وللاسف الرجاء احرز هدف منها في مباراه السوبر. ده تقريبا برده نفس الكيس. فعشان كده الكلمه اللي قالها ايمن انا بالنسبه لي هي كلمه مهمه جدا تفرق بعد كده مع المدربين ومع الناس اللي بتشتغل في الكوره، وهي فكره ان الكوره مش علم صحيح، مش فيزياء، مش كيمياء، مش علم صحيح، ولكن هي اقرب للعلم الصحيح. ان احنا النهارده بقينا بنحاول نحول كل حاجه بتحصل في الملعب لعلم، لان في الاخر افكار اللعيبه ما بتتغيرش. عشان كده لما بنتكلم على حالات فنيه وبتتكرر، هي دي السؤال اللي ساله كابتن هيثم في الاول، هل ده حاجه بتتكرر؟ ما ينفعش اتكلم على مشكله مش باترن، ما ينفعش اجيب حاله حصلت بشكل استثنائي واقول ان دي مشكله، لا انا عايز مشكله بتتكرر. صحيح. وما ينفعش اتكلم عن ميزه حصلت مره واحده واقول دي ميزتهم، لا انا عايز برضو ميزه بتتكرر. صحيح. فعشان كده الجزء بتاع الترنات مهم جدا، وده هيودينا لنقطه مهمه جدا، وهي فكره ان بالنسبه لي احمد عبد القادر زي اليو ديانج بالظبط، لا مساس بالظبط، لا مساس باحمد عبد القادر 90 دقيقه كاملين بكره وبيرسي تاو. بس انا بالنسبه لي عبد القادر اكتر، لان عبد القادر لعيب بيقدر يشتغل على الترنات بشكل مميز قوي، عملها كتير جدا. انا مش عايز اذكر اهداف او اذكر لقطات، بس عملها كتير جدا والناس عارفاها كتير قوي. فكره ان اللاعب دايما اللي بيقدر يرقص على الثابته زي ما بنقول كده. انا مش بقول لك بيرسي تاو مكان عبد القادر، انا بقول لك ممكن الاثنين. الاثنين كده كده بالنسبه لي بقى. لو احنا هنتكلم زي ما ناخد عفوا يا شريف، يعني لو هناخد على شبيره اللي هو باك الشمال، انا عايز حد يكون بيلعب برجله الشمال في ناحيه ناحيه اليمين بتاعتنا اللي هي الشمال بتاعت شبيره، عشان خاطر اقدر اشتغل عليه بشكل كويس. وهنا هو بيقودني للكلام، مفيش عندي الا ميكسوني هو ده يعني اكتر واحد اللي ممكن شايفه ممكن يكون مفاجاه. صحيح. للرجاء، لانك انت عايز تفاجئ الرجاء بحد معين يكون في نفس الحاله. دي حالات ايمن. دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم في 3 4 3، زي ما انا كنت بقول ان الكوره اصبحت تكاد تكون علم صحيح، فاحنا بنحاول نوضح واحنا قاعدين مثلا بنتكلم مع اللعيبه، انا عايز اشرح لهم قبل ما اوريهم الحالات انت بتتكلم في ايه. الفريق دوت هيلعب هيغطي، او لما يجي يهاجم هيهاجم ازاي، الرباعي بتاعه هيفرش عرض الملعب، محسن متولي هيكون موجود، ده مثلا ده في الحاله الدفاعيه. ده في الحاله الدفاعيه ان هو هيرجع لغايه قبل او على قوس المنطقه، قوس ال 18، لا مش ال 18، اللي هي دايره نص الملعب بالظبط كده. ممكن يروح تلاقي حميد احتاد بيروح يلعب على الارتكاز، سواء حمدي فتحي او عمرو السوليه او اليو ديانج اللي موجود في المنطقه ديت، عشان خاطر يعمل كثافه دفاعيه موجوده في عمق الملعب ورا، ويسيب قلبين الدفاع هم اللي يبنوا ده في الشق الدفاعي، ويحاول يقسم الملعب بالطول عشان خاطر يوجه اللعب في منطقه واحده، وهو هيحاول يوجه اللعب في الناحيه اللي فيها عبد الله مدكور ومحسن متولي عشان ما يروحش لشبيره اللي هو نقطه الضعف الاساسيه. طب في الشق الهجومي هيعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده، هو برضو انت عندك التحركات بتاعه، لا دي كان ده الشغل بتاع 4 4 1 1 في مباراه حرايه كوناكري، اللي هو كان ابتدى كان بيلعب حميد احداد و كابونجا كراس حربه. لكن لو هنرجع بس للصور الخاصه ب 3 4 3 هنلاقي ان محسن متولي وحميد احداد وعبد الاله مدكور، الصوره اللي بعديها هتلاقي الثلاثه دول هيتحركوا في الجنب اليمين، ده في الشق الدفاعي. الصوره الاخيره بقى هتلاقي ايوه هي دي الصوره، لا مش دي 4،
يعني في صوره موجوده هنا اهوت عندنا اللي هي الصوره اللي بتتكلم في الشق الهجومي في 3 4 3 هتلاقي محسن متولي موجود في الجنب اليمين بيدخل في العمق بيدي لعبد الله مدكور فرصه ان هو يتحرك وفي نفس الوقت محسن متولي بيتحرك من العمق عكس اتجاه حميد احداد عشان خاطر حميد احداد ياخد السنتر باك او القلب الدفاع المكلف برقابته لبره الملعب ويجي محسن متولي من وضع الحركه في مساحه فاضيه عشان خاطر عايز اقول لك ان انت ما شاء الله يعني خليتونا انتوا الاثنين نتحط في اجواء المباراه احنا اتشوقنا للمباراه بشكركم شكرا جزيلا ايمن انا بس قبل ما اشكرك يا كابتن يعني ايه بما اننا اتكلمنا قول لي التشكيل الافضل بالنسبه لك للنادي الاهلي وبرده شريف يقول التشكيل الافضل بالنسبه له عشان هنلتقي بعد كده ان شاء الله نشوف توقعات حضراتكم التشكيل بالنسبه لي نلعب افضل تشكيل ممكن الاهلي يلعب بيه افضل نظر. تشكيل بالنسبه لي نلعب بيه هيبقى هنلعب بثلاثه من تحت عبد المنعم وايمن وحمدي تمام ونلعب باربعه هيكون قفشه واليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول تمام ثلاثه والثلاثه اللي قدام لا بيرسي تاو مع الثلاثه اللي قدام كريم فؤاد او محمد عيد الثلاثه اللي قدام هيكون بيرسي تاو وحسام حسن وحسام حسن واحمد عبد القادر لان انا بالنسبه لي فرقه الرجاء احنا لعبناها بمحمد شريف ولعبناها ببيرسي تاو مهاجم في بدايه لقاء السوبر خلينا وانا اتفرجت على ماتشات كتير انا نوعيه المهاجم اللي من محمد شريف او بيرسي تاو انا مش شايف ان هو يكون افكتيف بشكل كبير مع نوعيه الثلاث لعيبه اللي موجودين انا عايز اللعيب اللي بيلعب سنترال في النادي الاهلي يكون عنده القوه البدنيه لان هو مش هيكون عنده المساحه لعمليه الترنات والتصويب خلينا نقول هيكون عنده مساحه اكتر خلينا نشوف ايمن سرحان خلي بالك ايمن سرحان وقاعد بيفكر كده وخد وقت في السؤال شويه غيرك لا ونتكلم عن حسام حسن غايب فتره طويله وفي نقطه معينه في نقطه معينه مهمه جدا يمكن برضو لما الواحد دخل في الاجواء العمليه بنتكلم في نقطه ان الحاله الفنيه بتاعه اللاعب الحاله دلوقتي بتسمح ولا لا حتى حالته في التدريبات مش بس حالته في الماتشات حالته في التدريبات مهمه او كويسه هقدر ادفع بيه ولا لا مش فكره بس ان انا بشوف ان اللاعب دوت امكانياته في المطلق تسمح ان هو يلعب في الماتش ولا لا لا انا بتكلم على امكانياته في اللحظه دي حسام حسن راس حربه كويس جدا لكن امكانياته في اللحظه دي او حالته الفنيه في اللحظه دي هل تسمح ان هو يلعب ماتش كبير زي دوت من البدايه ولا لا انا بالنسبه لي انا هلعب 4 2 3 1 بشكل طبيعي جدا طبعا ياسر ابراهيم لان ده اهم مدافع في الاهلي الفتره الاخيره مع محمد عبد المنعم هلعب باك يمين محمد هاني لو جاهز طبعا باك شمال علي معلول اليو ديانج وعمرو السوليه الاثنين المحاور في عمق الملعب وهخلي حمدي فتحي للشوط الثاني وهلعب بثلاثه ميكسوني واحمد عبد القادر و قفشه مضطر ان مفيش قفشه مفيش بديل يعني بالنسبه لي لازم واحد يكون بيتحرك كتير في المنطقه ديت وفي راس الحربه محمد شريف ده بالنسبه لي هيكون مهم أيمن جدا أيمن انا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتنا استمتعنا انا سعيد جدا كنت موجود معاك النهارده يا كابتن هيثم وزي ما قلت لك طبعا حبيبي ابو حميد حبيبي ايمن ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله وشرفتني واستمتعت بتحليلكم بامانه حاجه جميله جدا اتمنى ان شاء الله نلتقي الاهلي فايز باذن الله ان شاء الله شرفتونا ونتمنى يعني باذن الله التوفيق والفوز للنادي الاهلي اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان ننتقل لالعاب الصالات بقى وننتقل مع الفريق الحق انجاز كبير كره الطائره سيدات كابتن حمدي الصافي وايه الشامي ولكن بعد الفاصل.